أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن نوع أو جنس من أجناس المهمة بمملكة البروتوزوا اللي هو التوكسوبلازما جوندي. طبعا مثل ما تعرفنا في المحاضرات السابقة اللي قلنا بيها انه البروتوزوا تنقسم الى اورال انتستينال اليوروجينيتال تراك والتشبلت ان تشو بروتوزوا. اليوم النوع اللي او الجنس اللي نتكلم عنه من البروتوزوا هو ضمن النوع الرابع اللي هو البلاد ان تشو بروتوزوا. في نهاية هذه المحاضرة راح يكون أو أنت راح تكون قادر على أنه describe the morphology of Toxoplasma gondii and outline the life cycle of Toxoplasma gondii, identify the mode of transmission of infection, describe the symptom of Toxoplasma gondii, describe the principle of diagnosis. راح تكون قادر على وصف الأشكال التوكسوبلازما جوندي، راح تكون قادر على أنه تتعرف على ملخص على دورة حياة توكسوبلازما جوندي، تعرف على طرق الانتقال للإصابة بالإضافة إلى الأعراض اللي تسببها توكسوبلازما جوندي، وتتعرف أو راح توصف لنا الأساسيات principle of diagnosis، أساسيات التشخيص. طبعا تلاحظون أنه في كل جنس جاي نتكلم عنه بالطفيليات أنه دورة الحياة تصعب أو تكون معقدة وتتسلسل من البساطة في طرق انتقال الإصابة في الأطوار اللي موجودة في دورة الحياة إلى المعقدة والمؤثرة جدا في المضيف الرئيسي اللي هو الإنسان. وبعض البروتوزوا تكون مميتة في حال لم تعالج أو إنه الأعراض المرضية تكون more severe. واضح أعزائي الطلبة؟ مثل ما جاي تلاحظون شفنا بالانتستينال شلون كانت دورة الحياة. بسيطة، تتكون من طورين، وهذه الأطوار ممكن تعرف عليها بسهولة، ممكن تشخصها بسهولة، ممكن أيضا تعالج. أيضا الوعاية الصحية والوعي أو الوعي الاجتماعي والوعي الصحي بالإصابات وشون تنتقل هاي الإصابات ممكن تجنب لنا هواية إنه نهائيا ما نتعرض للإصابة بالبروتوزوا وخاصة الانتستينال. لكن جاي نلاحظ إنه بتطور الأنواع هناك شو يكون عندنا تعقد في دورة الحياة، تعقد في التأثيرات المرضية. أيضا هنا في هذا النوع أو هذا الجنس والأجناس الأخرى اللي هي تكون خطرة ممكن الوعي الصحي والبيئي والاجتماعي ممكن أنه نتجنب بها الإصابة بهذه الطفيليات. مثل ما عرفنا الـ Objective Learning لهذه المحاضرة راح تكون الخمس نقاط الأساسية اللي أمامكم واللي اتطرقنا عنها حاليا. أول ما نبدي عادة مثل ما تعرفنا بقية المحاضرات نضيف مختصر بسيط للأبيدوميولوجي للطفيلي. توكسوبلازما جوندي مثل ما عرفتوا أنا دائما تشوفون
انه اركز على هذا الجزء يعني بالمحاضره، وهو الجنس والنوع. كل ما اني انطيكم محاضره اقول لكم الساينتفك نيم هو عباره عن جينس اند سبيشيز توكسوبلازما جوندي. النوع توكسوبلازما اللي يسبب لنا الجوز المرض اللي إله اللي يسببه توكسوبلازموسيس هو التوكسوبلازما جوندي. The divinity force is the domestic cat and other felines. طبعا القطط المنزلية تكون هي المضيف النهائي، بينما the human and other mammals are intermediate host، تكون هي المضيف الوسطي. بعض البروتوزوا اللي عرفتوها سابقا انه او اغلبها اللي تطرقنا لها سابقا يكون الانسان هو المضيف النهائي، اما البيئات الاخرى تكون هي المضيف الوسطي. هنا عندنا بالتوكسوبلازما جوندي اختلفت دورة الحياة، يكون الهيومن and other mammals هو الانترميديت هوست، بينما الديفينيتي هوست راح يكون الدوماستيك كات and other felines. رجاء على اعزاء الطلبة انا احب انه تركزون على هذه الفقرة وهذا الاختلاف اللي موجود في دورة الحياة. اكتشفت لأول مرة التوكسوبلازما جوندي بالعام 1927. وين اكتشفت بالضبط؟ اكتشفت في منطقة جوندي نورث أفريكان رودنت بقوارض موجودة في شمال أفريقيا، موجودة في شمال أفريقيا. وأيضا في نفس العام the first human case of toxoplasmosis was also reported that year. يعني أيضا شخصت في نفس السنة عام 1927 شخصت الإصابة بالهيومن، وقبلها شخصت وين؟ بالرودنت بالقوارض. والرودنت والهيومن هنا هي تلعب دور كمضيف وسطي مثل ما قلنا. هنا التصنيف الطفيلي يختلف مثل ما شفتوا، البروتوزوا الانتستينال تختلف، الاورال يختلف، اليوروجينيتال يختلف. التصنيف هنا the organisms العضية أو الطفيل البروتوزوا هو Coccidian protozoa belong to the subphylum Apicomplex. التصنيف الرئيسي له طبعا هي البروتوزوان من الكيسية الابتدائيات الكيسية اللي تتبع الشعبة الثانوية اللي هي الأبيكومبلكس. والتوزيع الجغرافي لها distribution لها تكون worldwide cosmopolitan، تكون عالمية. occurring in all warm-blooded animal، تحصل أو تحدث أو الإصابة ودورة الحياة في كل الحيوانات ذوات الدم الحار. بعد ما تعرفنا على أنه يا سنة اكتشفت وين تصنيفها ضمن البروتوزوا، شنو توزيعها الجغرافي، نتعرف على mode of infection طرق الإصابة. The cats are gods are the divinity host and they become infected by، مثل ما قلت لكم إن القطط هي المضاعف النهائية وتصبح مصابة عندما تصير عندنا
هذه الحالات وهي أنه القطط ingesting الأوسيس الأكياس البيضية أو الخلايا البيضية or cyst into show أو الأكياس اللي موجودة بالنسيج الأوسيس النسيجي خاصة هذا خاصة اللي يكون هذا الطور موجود في أنسجة الفئران أو أنه الإصابة تنتقل transplacentally عن طريق المشيمة يعني تصاب القطط عن طريق الخلايا البيضية أو الأكياس النسيجية أو الأكياس البيضية أو مشيمياً. المضيف النهائي شلون ممكن ينصاب أيضاً عن طريق ابتلاع الأوسيست اللي هو يطرح من قبل الكات عن طريق الفيسز وممكن يكون عن طريق تناول eating raw or undercooked meat لحم يكون غير مطبوخ جيدا that be infected by tuberculosis ممكن يكون هذا اللحم حاوي على الأكياس النسيجية تكون موجودة باللحم هذا اللي يكون غير مطبوخ جيدا ولهذا احنا ننصح دائما وهسه راح تجينا ايضا لما نتطرق للديدان اكثر الاصابات او بعض الاصابات يكون انتقالها عن طريق تناول اللحوم المصابة فدائما في هذه الحالة احنا ننصح انه تكون اللحوم مطبوخة جيدا لانه الطبخ الجيد او الطهي الجيد للحوم يقتلنا هذه الاكياس ويجنبنا الإصابة أيضا ممكن الintermediate host يصاب عن طريق المشيمة transplacentally هذا الطريق يسمى transplacentally الإصابة المشيمية يعني شنو عن طريق المشيمة يعني transmission يكون from an infected mother to the fetus تحدث الإصابة أنه تنتقل من الأم إلى الجنين. مورفولوجي الأشكال اللي موجودة اللي ممكن نشوفها في دورة الحياة والرئيسية التاكيزويد هذا الطور التاكيزويد هو الطور داخل خلايا يكون داخل خلوي طور خضري يكون أكتف very active أيضا يكون proliferative form هو الشكل التكاثري هو اللي يتم عن طريقه التكاثر التوكسوبلازما غوندي يتحول التاكيزويد إلى طبعا التاكيزويد يكون متايل حركي إلى البرادزويد يكون موجود وين متركز بالتشوسس and oocyst هذه أهم الأطوار البرادزويد عندنا التشوسس عندنا الأوسيس وهذه هي أهم الأطوار اللي موجودة في دورة الحياة تكتسب القطط الإصابة مثل ما تعرفنا أنه عن طريق الأوسيس أو عن طريق التشوسس أو عن طريق البلاسنتا المشيمة قلنا التطور المتضاعف والسريع the rapidly multiplying form شو نسميه التاكيزويد أما الطور الكوينسنت شو نطلق عليه البرادزويد شنو يعني هذا الطور يكون هادئ ساكن غير متحرك غير فعال غير متكاثر يستقر داخل أكياس بالنسيج أو أنه الأوسيس يطرح إلى خارج الجسم عن طريق الفيسز إذن مثل ما عرفنا أن القط تكتسب الإصابة أما عن طريق الأكياس النسيجية أو عن طريق الأكياس البيضية
راح تشوفون هسه بدورة الحياة، نتعرف على انه لاحظوا هنا في هذه الصور اللي موجودة اللي أنا خالت لكم إياها في دورة الحياة، نلاحظ الدورة اللي تكون بالمضيف النهائي، شلون تكتسب الإصابة وشلون تطرح لنا الإصابة، وأيضا نتعرف على التوكسوبلازموزيس أو توكسوبلازما جوندي، وين بالمضيف الوسطي بالانترميديت هوست اللي يكون هو قلنا منه الهيومن اند اذر رودنت مايس اند اذر مامالز. كما تلاحظون هيومن اذر مامالز اور رودنت القوارض اور مايس، دلاحظ هنا في دورة الحياة انه تمر القطط في نوعين من الدورات، الدورة الجنسية والدورة اللا جنسية. عندنا دورة جنسية وعندنا دورة لا جنسية. شلون تصير دورة الحياة وشلون تصير الإصابة، نتعرف عليها من خلال هذا المخطط اللي موجود. طبعا بعد ما تتناول القطط الأكياس النسيجية اللي حاوية التشو السيست اللي يكون حاوية على البرودوزويت الطور الساكن، هذه هنا راح يكون هو الطور المعدي اللي راح تتناوله القطط. انتم اذا تشوفون الأكياس النسيجية حاوية على برودوزويت، راح تتحلل هذه الأكياس النسيجية في أمعاء المضيف النهائي، راح تنتقل إلى ميروزويت. طبعا بالبداية تحولنا إلى تروفوزويت مثل ما تشوفون، تتحولنا طبعا في دورة معقدة داخل الجسم المضيف النهائي، تحول إلى تروفوزويت شايزوغوني ميروزويت، بعدين تتحول إلى الجاميتوسايت، تتحول لنا إلى الجاميتوسايت. الجاميتوسايت تشمل لنا الماكرو جاميتوسايت والمايكرو جاميتوسايت ميل أند فيميل. راح لما يتلقحان راح يعطينا البيضة أو الكيس البيضي، الأكياس اللي تكون حاوية على الطور. بالبداية لما يخرج أو ينطرح خارج جسم القطة اللي هو تكون هي المضيف النهائي تكون غير ناضجة. طبعا هنا أنا مثل ما تعرفتوا سابقا قلنا أنه في دورة الحياة عندنا أطوار تشخيصية وعندنا أطوار معدية ناقلة للإصابة. أطوار التشخيصية الأوأوسيس هذا وين ينطرح؟ ينطرح في التربة، ينطرح في التربة، تكون غير ناضجة أول ما تنطرح، بعدها تتحول الميروزايت أو البرادوزايت الغير ناضج اللي موجود تحول لنا إلى سبوروبلاست بالتربة، بعدها راح تتحول إلى سبوروزويت. إذن الأكياس الحاوية على السبوروزويت تكون هي الأكياس الناضجة الماتشور أوأوسيس، سبب لنا تنتقل عن طريق ورا ما يبتلع الإنسان الأكياس البيضية الحاوية على السبوروزويت، أيضا راح تتحلل في أمعاء الإنسان ويتحول السبوروزويت إلى التاكيزويت، وين بالخلايا النسيجية راح تنتقل تستقر بالأنسجة تتحول لنا إلى التاكيزويت. التاكيزويت مثل ما قلت لكم إنه يكون multiplying rapidly active
proliferation form، وهو الشكل اللي قابل على التكاثر، يتحول لنا إلى البروتوزويت داخل أكياس في النسيج، يبتلع المضيف النهائي هذه الأكياس النسيجية، وهكذا تعاد هذه دورة الحياة بشكل عام. هذا المخطط يفصل لك دورة الحياة بشكل عام، كيف تصاب المضائف النهائية، كيف تنضج الأطوار المعدية للمضائف الوسطية، كيف تبتلع المضائف الوسطية الإصابة وتتطور الإصابة داخل المضائف الوسطية، وكيف ترجع تنتقل إلى المضائف النهائية. Both oocysts and tissue cysts transform into taxoid shortly after ingestion. كل الـ oocysts or tissue cysts تتحول إلى taxoid بعد فترة قصيرة من الابتلاع. Taxoid localized in neural and muscle tissue. Taxoid وين يكون مستقر؟ مستقر بالأنسجة العصبية والعضلية. And develop into tissue cysts، ويتحول بتطور دورة الحياة إلى البروتوزويت اللي يكون متكيس، كيس النسيج ما مثل ما تكلمنا، واللي يحتوي على البروتوزويت. في هذه الحالة، في حالة الإصابة بالتوكسوبلازميك جوندي، مثل ما عرفت في طرق الإصابة إنه عندنا طريق البلاسنتال ترانسميشن. If a pregnant woman becomes infected, taxoids can infect the fetus via the bloodstream، عن طريق مجرى الدم. ممكن الجنين إذا كانت المرأة حامل، ممكن الجنين تنقل لنا الإصابة عن طريق المشيمة، عن طريق المشيمة ينتقل لنا الإصابة. لاحظوا إذا تشوفون المضائف الوسطية أيضا، أنه مثل ما تكلمنا هنا بالمخطط الأول، أن المضائف الوسطية تنصاب عن طريق الأوسيس. هنا المخطط يوضح لنا أنه هذه المضائف الوسطية تكون حاملة لمن تبتلع لنا الأكياس البيضية اللي تحتوي لنا على الطور المعدي اللي هو السبوروزويت. لاحظ هنا قلنا احنا الكاتس يطرح لنا الأوسيس الغير ناضج اللي بالتربة بعد فترة قصيرة يتطور لنا، يحتوينا، أو في البداية تتحول الخلايا اللي بداخل السيست، الخلايا البيضية اللي بداخل السيست تتحول لنا إلى سبوروبلاست، بعدها تتحول لنا إلى سبوروزويت. هذا الكيس الأوسيس يكون هو الطور المعدي للمامالز، الانترميديت هوست. داخل المامالز هوز قلنا راح يتحول إلى الأكياس النسيجية الحاوية على البروتوزويت، اللي تكون هي الأطوار المعدية المن إلى الفاز and other felines. وضع زان الطلبة الإنسان and other mammals، human and other mammals. الانفكتيف ستيج مثل ما قلنا هو الأكياس البيضية، بينما طبعا الأكياس البيضية هنا تلعب لنا دورين، دور الانفكتيف ستيج ودور الدايجنوستيك ستيج. ممكن انه يعني تكون كطور حاوية، إذا كانت حاوية على سبوروزويت هنا تكون هي الطور المعدي، الانفكتيف ستيج. أما إذا كانت حاوية على
السبوروبلاست أو الأكياس البيض أو الأب أو الخلايا البيضية اللي تكون غير ناضجة، أيضا هذه ممكن تكون diagnostic stage. النسيج أو الأكياس النسيجية الحاوي على البريدزويد هنا شو تكون؟ هي الدايجنوستيك ستيج. شو تكون دايجنوستيك ستيج بالنسبة للانترميديت هوست، لكن شو تكون في نفس الوقت؟ هي الانفكتيف ستيج للديفينيتيف هوست، تكون هي الطور المعدي لمن؟ للانفكتيف ستيج، العفو للديفينيتيف هوست، تكون هي الطور المعدي للديفينيتيف هوست. مثل ما تلاحظون نرجع عزنائنا الطلبة، نرجع شوية نعيد بدورة الحياة، لأن دورة الحياة هنا تكون مهمة عندنا. قلنا تتركز دورة الحياة بين الانترميديت هوس وبين الديفينيتيف هوس، ومثل ما عرفتوا الديفينيتيف هوس هو الكاس اند اذر فالاينز، بينما الانترميديت هوس هو هيومنز اند اذر مامالز اند رودنز. قلنا في دورة الحياة عندنا طور تشخيصي وعندنا طور معدي. بالنسبة للانترميديت هوس الطور المعدي يكون الأوووسيست، الأكياس البيضية اللي تحوي على السبوروزويت، بينما الانفكتيف ستيج للانترميديت للديفينيتيف هوس يكون الأكياس النسيجية الحاوية على البريدزويت. تلعب هذه الأطوار كأن دور كإنفكتيف ستيج كدايجنوستيك ستيج، بينما بالنسبة للأوووسيس تعتبر كدايجنوستيك ستيج كإنفكتيف ستيج وكدايجنوستيك ستيج في نفس الوقت، وأيضا التشو سيست تعتبر كإنفكتيف ستيج وتشوس ستيج و دايجنوستيك ستيج انفكتيف ستيج، مثل ما وضحنا حسب دورة الحياة اللي وضحناها. أحب أقول لكم أو أذكر لكم أنه النون فلاين انترميديت هوس طور أو المضيف الوسطي اللي هو غير القطط والفلاين الأذر فلاين such as humans or mice مثل الإنسان والقطط the extra-intestinal cycle دورة الحياة تكون خارج الأمعاء of toxoplasm gondii the extra-intestinal cycle of toxoplasm gondii is similar to the cycle in cat but sexual stage or sporogon stage or sexual stage or sporogon stage are produced only in the feline definitive host when تكون موجودة فقط بالintermediate host بالdefinitive host العفو اللي كنا منه هي تكون الكاس and other feline. إذن الكاس and other feline تمر بداخل جسمها أو تمر هنالك نوعين من الدورات اللي تكون بيها اللي هي asexual and sexual. الأسكشوال هي الأكسترا انتستاينال سايكل، بينما الأسكشوال إذا عندنا sexual وعندنا sexual، بينما بالهيومن intermediate host and other mammals فقط only extra intestinal cycle only a sexual cycle. واضح أعزائنا الطلبة؟ لاحظوا في هذا الشكل يوضح لنا frustration of a toxoplasma gondii trophozoid macrophage trophozoid وين يكون موجود
داخل نسيج مصبغة. هناك حوالي هذا النسيج أو الكيس يحتوي على حوالي from 8 to 20 باراسايت. طبعا هذا مصبغ بصبغة جمزستين. جمزستين مثل ما تلاحظون تروفوزويت اللي موجود اللي يكون تابع لجنس توكسوبلازما. واضح أعزائي الطلبة لحد الآن واضحة دورة الحياة. واضح أعزائي الطلبة نجي إلى الأعراض الرئيسية اللي تسببها التوكسوبلازما جوندي. Serological evidence has shown that approximately one third of the world population has toxoplasma antibodies. طبعا الاختبارات المصلية كشفت انه حوالي ثلث العالم سكان العالم يكون حاوي على الأسام المضادة للتوكسوبلازما. لكن شنو؟ This suggests that the majority of infections are benign, with most people exhibiting a few or no symptoms. يعني هنا الناس شو يكونون؟ طبعا التحاليل المصلية أثبتت وجود الأسام المضادة للتوكسوبلازما لكن بدون أعراض. A symptom. في حال وجدت when symptoms are seen, في حال وجدت أو شفنا هذه الأعراض they are most frequently null. عادة تكون متوسطة هذه الأعداد ما تظهر لنا بشكل واضح. لكن في حال وجدت هذه الأعراض ممكن تكون هي mononucleosis, شيلز قشعريرة فيفر حمى هيدك ألم بالرأس مالاجيا ألم عضلي لمفا أدينيتس التهاب العقد اللمفاوية إكستريم فاتيك هنا يكون إجهاد شديد. يعني يكون عندنا إجهاد شديد للشخص المصاب بالتوكسوبلازما جوندي. A chronic toxoplasmic lymphoadenitis has been described. أيضا قلنا التهاب العقد اللمفاوي الحاد ممكن يكون موجود ممكن نلاحظه. نادرا ما تكون إصابة rare the infection may be severe. نادرا ما تكون إصابة شديدة with maculobabular rash. شوفون وياها طفح جلدي حطاتي. بالإضافة للأعراض اللي ذكرناها هناك يكون عندنا طفح جلدي أيضا. In addition to the above symptoms are sometimes evidence of الهيباتيتس. هنا الهيباتيتس التهاب الكبد يصير عندنا. Encephalomyelitis أيضا يصير عندنا هنا التهاب الدماغ. مايوكارديتس التهاب عضلة القلب. A few cases retinochoroiditis راح يصير عندنا هنا التهاب الشبكية في قليل من الحالات. وفي حالة تقدم المرض ممكن يؤدي إلى blindness العمى في حالة إصابة retinochoroiditis. على أي حال however toxoplasma gondii can go severe illness in congenital infection. طبعا هذه الأعراض اللي شفتوها للناس المصابين بها ليس عن طريق الطريق اللي ذكرناه في دورة الحياة عن طريق الأوسيست للطرحة الكاس المضيف النهائي واتمام دورة الحياة بالشخص البالغ في الانترميديت فوز ممكن نلقى هذه الأعراض إذا كان مصاب بها. قلنا تكون الأعراض تكون بسيطة ملد. في حال أنه كانت الإصابة خلقية congenital infection يعني شنو خلقية يعني تنتقل
عن طريق المشيمة، إصابة الجنين بالمشيمة. هنا لا تكون الأعراض severe illness، هنا تكون الحالة شديدة، حالة المرض تكون شديدة مثل ما تطرقنا أنه حالة المرض congenital، مثل ما قلنا congenital infection أو toxoplasmosis تنتقل قلنا عن طريق البلاسنتالي، هذه تكون أكثر خطورة من تعرض الإصابة عند الكبار. This occurs approximately in 1 per 1,000 pregnancies. يعني هذه الحالة تصاب كل 1000 امرأة حامل ممكن تصاب واحدة بالتوكسوبلازما. It can cause severe damage and even death of the fetus. Proliferation of tachyzoids lead to نشاط وتكاثر التكيزويد بالفيتاس بالجنين، ممكن أن يؤدي إلى الانتراسيلولار كلاسيكيشن، تكلس في داخل الخلايا، أيضا كوريوترينيتس اللي هو التهاب الشبكية، التهاب الشبكية المشيمية، or hydrocephalus اللي هو الاستسقاء أو زيادة بالماء في رأس الجنين، psychomotor disturbance and convulsion. هنا راح تصير عندنا اضطرابات نفسية وتشنجات للطفل ما بعد الولادة. أكثر من عادة هذه الأعراض لا تظهر بعد الولادة مباشرة، وإنما وخاصة الكوريوريدينيتس التهاب المشيمية الشبكية يظهر عند الأطفال والبالغين بعد الولادة، لا يظهر مباشرة بعد الولادة، وإنما إذا يصلون إلى مرحلة من العمر أو قد يصلون إلى مرحلة البلوغ فتظهر عندهم هذه الأعراض. ممكن نشوف التهاب المشيمية retinochoroiditis or the mental retardation as children or young adults. قلنا مثل ما قلنا تظهر بالأطفال بعد فترة، يعني فترة ليست بالقصيرة بعد الولادة، لا تظهر بعد الولادة مباشرة أو تظهر عند البلوغ، يصير عندنا تخلف عقلي أو يصير عندنا التهاب المشيمية الشبكية. هذه أهم الأعراض ممكن نلاحظها عند الكبار ونلاحظها عند الأطفال اللي تنتقل الإصابة عندهم أثناء فترة الحمل. Laboratory diagnosis يتركز التشخيص المختبري للإصابة عن طريق السيرولوجيكال تكنيك، التقنيات المصلية عن طريق الكشف عن وجود الـ IgG or IgM antibodies. أيضا ممكن الـ isolation technique تقنية العزل، نعزل التوكسوبلازما جوندي من خلال زرع النسيج، نأخذ النسيج ونزرعه بأوساط خاصة ممكن نتحرى بها عن وجود التوكسوبلازما. أيضا الـ antigen detection، وهذه طبعا أهم الطرق الحالية المستخدمة باستخدام PCR polymerase chain reaction، سلسلة تفاعل البوليمر. طبعا هذه قلنا مثل ما قلنا سابقا انه تكون more specific more sensitive، وممكن تحدد لنا الإصابة بالضبط هنقول في 99%. إذا ما كان هنالك بوليوشن تلوث أثناء تحضير DNA، والخطوات الأخرى بعد تحضير DNA، الكنترول and treatment طبعا دائما تكون الوقاية خير من العلاج. مثل ما قلنا احنا شلون في دورة الحياة، دورة الحياة هي تدلينا على انه شلون نوكي نفسنا من هذا المرض.
الانفكتيف ستيج وين موجود؟ بالتربه، بالخضروات، مثلا بالخضروات، بالتربه اكثر شيء يكون موجوده. فاذا نحاول قدر الامكان انه بعد ما نتعرض للتربه انه نعقم ايدينا، نغسل ايدينا. ايضا الاصابه تنتقل عن طريق تناول اللحوم اللي تحوي على الاكياس النسيجيه، الاكياس النسيجيه سيست الشو اللي تكون حاويه على البروتوزويت، طور المعدي اللي ينقل لنا الاصابه وتكمل لنا دوره الاكسترا انتستينال سايكل. واضح؟ فاذا احنا هنا ما دام الاصابه تنتقل عن طريق التربه فاذا النظافه ضروريه، ما دام الاصابه تنتقل عن طريق تناول اللحوم فاذا هنا طبخ اللحوم يجب ان يكون جيدا. واضح اعزائي الطلبه؟ اذا الوقايه خير من العلاج. ممكن انه prevented by through cooking of meat and by proper management of cat. ايضا ممكن انه تكون هنالك سيطره او اداره مناسبه على القطط، طبعا هاي تكون عن طريق الجهه المختصه اللي تحافظ على الحول على البيئه. واضح اعزائي الطلبه؟ ايضا هنالك عده دراج ممكن نستخدمها في علاج الإصابة بالتوكسوبلازما غوندي. ممكن نستخدم السلفادايازين، الباريميثامين، الألترناتيف دراج، طبعا الأساسي هو السلفادايازين، الباريميثامين، الألترناتيف دراجز البديل يشمل لنا نكلود باراميسين، كليندامايسين، ترايميثبريم وسلفا ميثاكزول. واضح أعزائنا الطلبة؟ إلى هنا خلصت محاضرتنا، لهنا تنتهي محاضرتنا. اتعرفنا من خلالها على التوكسوبلازما غوندي، على طرق الانتقال الإصابة، على اسم المرض التوكسوبلازموزيس، طرق انتقال الإصابة، من هو المضيف النهائي، من هو المضيف الوسطي. عرفنا على دورة الحياة والأشكال الموجودة في دورة الحياة. واضح؟ تعرفنا على السبتم اللي يسببها الإصابة، بالإضافة إلى كيف إحنا نشخصها أو طرق التشخيص. also تعرفنا على control and treatment، شلون سيطر على الإصابة، بالإضافة تعرفنا على العلاجات الدرج المستخدمة في